ولا يسأل عن الإعلان عن شخص أنه مريض لأجل الدعاء له، لأجل طلب الدعاء له في جريدة أو في الإنترنت، يقال فلان مريض ادعو الله له، ما له داعي هذا، هذا ما له داعي. المرضى كثيرين، المرضى كثيرون، إنما الوفاة إذا توفي يقال إن فلانا مات يصلى عليه في المكان الفلاني لأجل حضور الصلاة عليه، لأجل حضور الصلاة عليه، وما عدا ذلك لا داعي إلى ذكر المرض وذكر. نعم.